ونتابع معكم هذا الخبر العاجل، إذ قصف جيش الاحتلال 3 مواقع للمقاومة في غزة. وللمزيد معنا من غزة مراسلة الغد نيفين سليم. نيفين، ماذا لديك حول هذا الخبر؟ نعم، يعني قبل تقريبا ساعة أو ساعة ونصف من الآن قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مرصدين للمقاومة الفلسطينية. أحد هذين المرصدين هو شرق مدينة غزة والآخر هو شمالها، وقصف بعدة قذائف وهما يتبعان لكتائب القسامة الجناح المسلح لحركة حماس. وأيضا مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على الحدود الشرقية استهدفت موقعا للمقاومة شرق بلدة جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة بثلاثة قذائف من المدفعية الإسرائيلية، ما أسفر عن أضرار في المكان. وتجدد قبل قليل قصف هذا المكان المستهدف بعدة قذائف أخرى، وكما قلت أن المراصد تلك تتبع الكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس. وجاء هذا القصف ردا على استهداف بعض عناصر من القسام لجنود الاحتلال المتمركزين على الحدود الشرقية في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة. حتى اللحظة الحدود الشرقية في كافة مناطق القطاع متوترة وتشهد قمع عنيف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لمئات المتظاهرين الذين ما زالوا يتواجدون على الحدود الشرقية تلبية لمسيرات الغضب. منذ صباح هذا اليوم وحتى اللحظة هناك 12 شهيدا حسب ما أعلنت وزارة الصحة و1272 إصابة بجراح مختلفة على كافة الحدود الشرقية، تلك الإصابات بالأعيرة النارية وأيضا بالغاز المسيل للدموع. وكان هناك يعني قصف عنيف من قبل جيش الاحتلال الذي استخدم اليوم كافة أجهزته العسكرية، الطائرات التي تطلق قنابل الغاز أو الجنود القناص، حيث شكرا أكثر من 100 قناص على طول الحدود للتصدي لتلك التظاهرات. نعم. شكرا نيفين سليم، مراسلة الغد كانت معنا من غزة.